بعد 47 سنة خدمة صرنا بالألوان. أنا شايف ما حاجة أتلاش يا ضلايا. مركز من مراكز القوة في المدرسة، عامل لي زعيم. عايز سحلب وطاولة والله. تعرف إيه عن المنطق؟ أعرف إنه كويس. أنتوا هتغلبونا مع بصير. مال وشك أصفر كده ليه؟ بتبص لي ليه؟ بلاش ابص امال اعمل ايه طب ولا بتشربه في الفصل جوزه اي من الاول علشان النظر ده دي المفاتيح دي كلها بمدل كل واحد يخلي باله من مغاليفه تماسي تماسي اجدع تماسي احسن تقول ان انا مدرسه المشاغبين اليوم الثالثه بتوقيت بغداد على ام بي سي العراق. عيد سعيد.